حدثنا صدقه قال اخبرنا ابن عيينه عن معمر عن الزهري عن هند عن ام سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن ام سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقال سبحان الله ماذا انزل الليله من الفتن وماذا فتح من الخزائن ايقظوا صواحبات الحجر فرب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره